ايه ده؟ هو انا ما قلتلكوش؟ مش الاسبوع ده كان عيد ميلاد الانقلاب؟ اه والله زي ما بقول لكم كده. كبر وبقى عنده 10 سنين كلهم اسود من بعض الحمد لله. المهم اني فضلت مستني السيسي يعمل حفله حلوه وياخد قرض مخصوص عشان يشتري له اكبر تورتايه في المجره، لكنه ما عملش حاجه ولا حتى مؤتمر صغير كده على الضيق، يعني اتفق بكلمه مسجله وكمان مكتوبه وما قالش فيها ولا ارتجال واحد من ارتجالاته اللي ماليه حياته. يعني لعل المانع شر، ان شاء الله خير يعني، وربنا يحقق رجانا فيه عن قريب. السيسي أجدد عهدي معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها. شعب مصر الأصيل، في الذكرى العاشرة لثورة 30 مليون يونيو العظيمة، أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها. أجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار. والله إحنا اللي عاوزينك تجدد ولا تنيل، وغير كفاية عمل وإخلاص بقى عشان إحنا استوينا لما تهرينا يعني. بص رئيس، يعني وفقا للدستور يا سيادنا سعادتك فترتك الرئاسية فاضل لها شهور وتنتهي، فانت بتجدد العهد بناء على ايه؟ مش تخليك حويط كده عشان اعداء الوطن ما يقولوش انك ضامن النجاح وان الانتخابات البلحية تحصيل حصل وانها مسرحية نتيجتها محسومة لصالحك، كده منظرك يبقى مش ولا بد قدام العالم، وانت هتموت وتثبت انك مش دكتاتور. وزير المالية ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. يا حبيبي ده انتوا طلعتوا بتتعبوا قوي يا معالي وزير المالية، توفير التمويل ده شغلك اللي بتقبض عليه فلوس قد كده، ثم انه مش من جيب ابوك يعني، فانت بتمن علينا بايه؟ ولو مش قادر توفره يبقى انت فاشل في اداره الموارد، خصوصا ان المواطن بالفعل بيدفع ثمن احتياجاته الاساسيه دي وبضعف ثمنها الحقيقي كمان، لانك اتسببت في الفجوه الدولاريه اللي بدورها اثرت على اسعار كل حاجه من اول الاعلاف لحد الادويه. الحاجه اللي مش قادر افهمها هي اصرار كل المسؤولين في الحكومه على مخاطبه الشعب بمنطق ابوي، بالرغم من ان ده ما بقاش مقبول بعد ما الدعم اترفع عن كل حاجه. وكيل صناعة الشيوخ عن ذكرى ثورة 30 يونيو: سلعة الأمن والأمان لا تقدر بالثمن. نهاية احنا كمصريين بنعتز بمصريين بمصرنا وبنقول ان 30/6 كانت خطوة متميزة جدا، نتج بعدها بقى ايه الامور اللي احنا بنشوفها. صحيح. من تطوير للحياة السياسية والحياة الاجتماعية، واي حتى لو كان عندنا بعض المشاكل فاحنا مش لوحدينا في العالم يعني. صحيح. احنا العالم كله في مشاكل، شايفين مصر، شايفين عفوا فرنسا فيها ايه، شايفين الدول فيها ايه، شايفين الحرب اللي موجودة، فاحنا نقول الحمد لله ان احنا معانا جيش بيحمي، معانا رئيس قوي، معانا شرطة متميزة، معانا مواطن بيشعر بالأمن والأمان، اللي الدفع لو كسرت الأمن والأمان دي لو دفع فيها ملايين ومليارات. صحيح. لا يمكن أن تحققيها، فدي نحمد ربنا عليها، لا تقدر بثمن، إحدى اللمسات الأساسية. بس مصر ما فيهاش أمن وأمان يا فندم، الناس في مصر خايفة عادي جدا، لو بصيت في وش أي مواطن هتلاقي خايف، خايف من المستقبل، خايف يجي يوم ما يعرفش يأكل فيه عيال ولا يعلمهم، خايف حظه يوقعه في خناقه مع اي حد في ايده سلطه حتى لو كان امين شرطه، يمسح بكرامته الارض ويلبسه تهمه. الجيش والشرطه في مصر عمرهم ما كانوا مصدر امان للمواطن، بالعكس الناس في مصر بتخاف تعدي جنب اسم شرطه، واللي بتجبر الظروف انه يتعامل مع اي مؤسسه تبع الجيش بيقرا عديه ياسين وهو داخل. مسؤول بوزاره الزراعه: حجم ما اضيف للرقعه الزراعيه في اخر 10 سنوات يفوق ما حدث خلال 60 عاما. ما تم اضافته للرقعه الزراعيه خلال ال 10 سنوات الاخيره بيفوق ما تم اضافته خلال ال 60 سنه الاخيره. احنا شغالين في الوقت الحالي في مشروعات كبيره جدا في مجال استصلاح او استزراع الاراضي، عندنا مشروع 1.5 مليون فدان والدلتا الجديده وتشكى الخير وشرق العينات ووسط وشمال سيناء، كل هذه مشروعات وإنجازات كبيرة تمت في الفترة الأخيرة سوف تنعكس على يعني تحقيق الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين. يا ريت يا فندم، يعني بما إنك راجل مسؤول كبير في وزارة الزراعة، لما تيجي تتكلم عن مساحات الأراضي الزراعية تتكلم عن أرقام، يعني هي صح أرقامكم بتكون كلها مضروبة عادي جدا، بس برضو ما ينفعش كلامك يبقى على المشاع كده وتقول إن المساحة زادت في 10 سنين أكتر من اللي زادته في 60 سنة، أصل الكلام ده ما يدخلش عقل حد. وبعدين أنت كده تفتح الباب إن المغرضين وأعداء الوطن يقولوا إنك كذاب ومطبلاتي، وأنت كده فعلا يعني، لأن وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأراضي الزراعية زادت في 60 سنة اللي قبل حكم السيسي بأكتر من 3 مليون فدان، وفي الفترة بتاعت حكمه الميمون الزيادة كانت يعني 700 ألف فدان بواقع أقل من 100 ألف فدان سنويا، وده برضو نفس كلام وزارة الزراعة، يعني الزيادة في 10 سنين ما حصلتش تلت الزيادة في 60 سنة، فأنا مش عارف أنت جبت منين إنها تفوق دي، ما تخليناش نفوق عليك الله يكرمك،
أحمد موسى يناشد الحكومة مد الدعم الاستثنائي لبطاقة التموين حتى نهاية العام. إن هي رايحة لمين؟ رايحة للمواطن الذي يستحق هذا الدعم الأكثر احتياجاً. المية جنيه بتفرق معاهم، ما بقى الميتين بتفرق معاه، التلتمية بتفرق معاه. لما لقوا الناس الحكاية وقفت امبارح، وقبل يمكن ما توقف كان طلع كلام، فلقيت بيقولوا لي يعني يا ريت بلسنة طالب بلسنة إنه الحكاية دي تستمر معانا حتى نهاية السنة دي، اللي هم 6 شهور اللي باقيين في هذا العام 23. لأن العام ده كمان عام صعب جداً زي العام اللي فات، وخاصة إنه الموضوع يعني حوالي 900 مليون جنيه بالنسبة لبلدنا ولا حاجة يعني. ياما فلوس كتير ومليارات بسم الله ما شاء الله رايحة للناس وبيتم ينفق على الناس، وهذا أمر حالنا بقى يصعب على الكافر حرفيا والله. شهر 9 اللي فات وزارة التموين وبعد توجيهات السيد الرئيس أعلنت أنها هتصرف دعم استثنائي لبعض الفئات المستحقة للدعم. تطلع مين بقى بعض الفئات دي؟ قالك للي دخلهم أقل من 2500 جنيه عشان نرفع العبء عن كاهل المواطنين. كام الدعم ده بقى حكومة؟ 100 جنيه بحالهم لكل أسرة، وقالوا أن الدعم ده هيكون لمدة 6 شهور، ومع سوء الأحوال والتعويم المتكرر الحكومة مدت الفترة ل3 شهور كمان. ومن شهرين بدأ يتسرب كلام عن إلغاء الدعم الاستثنائي بشكل نهائي، وإن مفيش أي نية للتمديد مرة تانية، لكن كالعادة الحكومة نافت وقالت لا صح على الإطلاق. وأظن أنتوا كبار دلوقتي وعارفين إن أول ما الحكومة بتنفي يبقى إيه يا أولاد؟ بيبقى الخبر صحيح طبعاً، وبالفعل يتم بعدها إعلان إنه هيتلغي من الشهر الجاي، ويطلع فرق علوش ده يتحايل على الحكومة إنها تمدده لآخر السنة، كأن الحكومة دي بتصرف علينا من جيبها يعني. عموما مش بعيد السيسي يتدخل ويحن على الشعب الغلبان ويرجع الدعم الاستثنائي، عشان هو بيحب قوي يلعب دور سوبر بلا حدا. عمرو الليسي رئيس اذاعات وتلفزيونات التعاون الاسلامي يدعو الى اجتماع طارئ للرد على حرق القران بالسويد. ايوه هتعملوا ايه بقى ان شاء الله؟ يعني الاجتماع ده ممكن يناقش ايه بالظبط؟ وايه اليات الرد على حرق القران؟ ايه قوه الاعلام الاسلامي او مدى انتشاره عشان يقدر يتصدى للي حصل؟ يعني هتوجهوا كلامكم لمين بالظبط وبانه لغه؟ ويا ترى مين بيهين القران اكتر؟ اللي حرقه كرمز ولا اللي ما بيطبقش اللي فيه وبيتعامل مع الأوامر والنواهي على كيفه ويقتطع الآيات من سياقها ويأيفها عشان تخدم ظلمه وجبروته؟ ولا انتوا لقيتوها معركة آمنة تشغلوا المسلمين بيها عن حالهم وواقعهم المنيل تحت ظل حكام مستبدين ظلمة بيرموا كل اللي يقول كلمة حق في السجن؟ لا، وبيقتلوه وينشروه كمان لو لزم الأمر، فبتخلوهم يوجهوا طاقتهم لحرب كلامية بينهم وبين نفسهم، وكالعادة تنتهي على مفيش. السيسي للتاريخ أيام لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل، وعلى رأسها 30 يونيو. شعب مثل أبي، إن الصمود الذي أظهرتموه خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة 30 يونيو المجيدة سيظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين. فكم من تساؤلات أثيرة عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية، وبين الشعب وقواته المسلحة. واحتار الكثيرون بمنبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة. كلامك حكم رئيس والله. طب تصدق بالله التاريخ زمانه قاعد بيلطم دلوقتي، والأيام اللامعة اللي انت حطيت 30 يونيو على رأسها زمانها بترقع بالصوت الحيان. بص رئيس، يعني في التاريخ الحقيقي مش التاريخ اللي بيكتبه المعرصين بتوعك، اللي حصل في 30 يونيو ده اسمه انقلاب عسكري. والله زي ما بقولك كده، مش بس عسكري، ده دموي كمان. انقلاب سيادتك عملت فيه مذبحة هتتكتب بحروف من هباب باسمك ان شاء الله في التاريخ. ده انت وصلتنا لمرحلة اننا لما بنتكلم عن المذابح اللي بيعملها الصهاينة في الفلسطينيين ونشوف ارقام الناس اللي بتموت عندهم بنقول ده ايه الدلع ده؟ هم الفلسطينيين بيتدلعوا كده ليه؟ هم كده عملوا فيهم حاجة؟ السيسي وصل لدرجة من جنون العظمة مخليه يشوف اليوم اللي كان السبب في وصوله لحكم مصر من اعظم ايام التاريخ، اللي هي وسعت منه وبهوقت على الاخر يعني. احمد موسى، الشرطه الفرنسيه اعتقلت ناس كتير منهم اشبال صغار. ماكرون ده ايه؟ بيعتقلوا الولاد الصغيرين، الولاد 10 12 و15 سنه و14 سنه بيعتقلوهم. انت عارف ليه؟ قال لك 30% من الحرائق دي والممتلكات الولاد الصغيرين دول. فماكرون قال ابائهم اقبضوا على اولياء امورهم، ادي اولاد وستات وضربوا وسحلوا زي ما انت عايز يعني، زي ما انت عايز يعني. اي مشاهد تتوقعها حصلت في فرنسا، ما تقوليش بقى لحقوق انسان ولا تقولي ناس حريات ولا تقولي متظاهر سلمي ولا غير سلمي، لا لا لا، عاطل بباطل وكل، واضرب بقى واشتباكات ايه؟ اتكلم على مئات الالاف من المتظاهرين في مختلف المدن الفرنسيه. حولت فرنسا الى بلد الفوضى. ما الشرطه الفرنسيه وحش، ما تبقاش تعمل زيها بقى يا موسى. فرنسا قامت فيها مظاهرات عشان ضابط قتل مواطن واحد، مش خمسه زي اللي الداخليه صفتهم ولبستهم قضيه ريجيني، وبعدها ايطاليا فضحتهم ونفت التهم عنهم، والداخليه محدش فيها تعاقب ودم الناس راح هدر كالعاده. المظاهرات دي ما توجهتش فيها رصاصه المتظاهر، ما تمش التعامل معها بعنف مبالغ فيه، لا كان في خرطوش ولا قنابل مسيله ولا ضرب، لحد ما بدات تحصل اعمال تخريب وسلب ونهب. ساعتها الشرطه اتدخلت وقبضت على المخربين في اطار قانوني مش قبض عشوائي، وهناك في قضاء مستقل مش مسيس ولا خاضع للاجهزه الامنيه.
واللي هيثبت عدم تورطه هيخرج عادي، ولا حد هيتعذب، ولا حد هيختفي قسريا، ولا حد هيتقتل وتحط جنبه سلاح ويتقال ده ارهابي زي ما بيحصل في مصر. في اعلام حر بيدافع عن حقوق الناس وبيفضح اي انتهاكات ضدهم، مش الاعلام بتاعنا اللي عامل زي سيرك حلمبوحه اللي ما بيعملش حاجه غير انه بيخدم على النظام ويطبله. طارق شناوي الاعمال الفنيه اكدت للشعب الصدق الوثيقه. الوثيقه يعني في الجزء الاول لو قلنا مثلا وثيقه نسبه 10% ففي الثاني هتلاقيها 30، في الثالث كانت 50، وكان الانتقال بين الدراما وبين الوثيقه اللي هي بتؤكد الحقيقه، لان انت شايف بالصوت والصوره حقائق عاشها الوطن فلا تحتمل اي تفسير اخر غير ما نراه. فكان الحقيقه استخدام ده كان شيء جيد جدا وعظيم، والاول مره، لان كان في اسرار احنا حتى اللي عاش تجربه زي وزي ما كانش يعرف ايه اللي كان بيحصل في الكواليس. كان في حاجات مهمه ايوه، وكانت كمان مبهمه احيانا، لكن تاكدنا من صدق الوثيقه يعني، وتاكدنا من صدق الحقيقه يعني. كنا كلنا شاعرين ان في كابوس، يعني المصريين حسوا ان هناك كابوس ينبغي التخلص منه، دي حقيقه كل الناس عاشتها مهما اختلف الطبقه الاجتماعيه والسياسيه وتوجهاته. لكن وبغض النظر عن ان المفروض ان الوثيقه هي اللي تاكد صحه الدراما مش العكس، فالوثيقه والدراما خارجين من تحت ايد صنايعي واحد اللي هو الشؤون المعنويه، فطبيعي يعني ان هم يكونوا مكملين لبعض، مفيش ما يدعو للانبهار هنا. الجزئين الاول والثاني من الاختيار مفيش حاجه بتدعم صحتهم الا الروايات الرسميه، وهي روايات من طرف واحد وغير موثقه، بمعنى ان مفيش عليها اي دليل، مجرد كلام مرسل والشهود من قلب المؤسسه العسكريه، ده غير انها تخص احداث حصلت في سيناء اللي محدش في مصر يعرف عنها اي حاجه، ومش مسموح لحد يفتح بقه بكلمه تخص اللي بيحصل هناك. واللي اتعامل مع الصحفي اسماعيل اسكندراني ليس منا ببعيد. اما الجزء الثالث بقى فده اشرف عليه طال نخله بذات نفسه، والاحداث اتفبركت واتظبطت، والفيديوهات اجتزئت من سياقها بحيث تدعم كلامه وكلام الداخليه. فانا مش عارف ايه الصدق اللي اكدته الدراما اذا كانت الليله كلها كدب في كدب. السيسي قبل 10 سنوات انتفض الشعب ثائرا على من ارادوا خطف ثورته رافضا الظلم والطائفيه والاستبداد. عام 2003 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من ارادوا اختطاف وطنه رافضا للظلم والطائفي والاستبداد، ومعلنا بصوت هاد ملأ ارجاء الدنيا ان هويه الوطن مصريه اصيل لا تقبل اختطاف او التبديل، اعلن الشعب يومه ان مصر للمصر. لا يا شيخ، بقى 2011 كانت ثورة والإخوان عاوزين يخطفوها، يعني مش شهادة وفاة للدولة ولا هي السبب في سد النهضة ولا خسرت مصر الجلد والسقط، والسنة اللي حكمها مرسي كده وكده كان فيها ظلم واستبداد. يا ريس ده البلد شهدت حرية غير مسبوق، الله يرحمه كان بيتشتم من طوب الأرض والإعلام ما كانش عاتقه، يعني الشعب ما شافش الظلم والاستبداد إلا على إيد أمثالك من ذوي الخلفية العسكرية. راجل ده احنا ما عرفناش الطائفية إلا في عهدك، ده انت الوحيد على مر العصور اللي قدرت تقسم الشعب المصري وتخلي نصه يشتغل مخبر عن النص التاني، ده انت دمرت العلاقات الأسرية، الناس قطعت بعض من تحت راسك يعني، فإيه البجاحة دي؟ حلم النمنم المخابرات البريطانية خلقت جماعة الإخوان لتسكين الفلسطينيين بسيناء. هم دول. دول مين؟ جماعة البنا. هم دول. لأن دول صنعوا لأجل هذا. ياه. خلقتهم المخابرات البريطانية لمثل هذه الأمور. لأنه القضايا من هذا النوع مش بنت سنة ولا اتنين يا مدام عزة. أيوة طبعًا. ده بنت قرون. أيوة. منذ المؤتمر 1798 اللي تحدث فيه هيرتزل عن ضرورة إقامة وطن قومي لليهود وكانت سيناء في التفكير. طيب المصريين عملوا سلام وحرب وخلص الموضوع. أيوة. ما تجيش من عندنا. آه. تيجي من عندهم. وعشان كده لما الرئيس الفلسطيني ابو مازن قال للرئيس المصري محمد مرسي وهو بيقول له هناخد جزء من سيناء من كده، قال له المصريين مش هيوافقوا، ده ابو مازن وانا سامعها من ابو مازن حكاها لي انا. وايه كمان؟ قول ما تتكسفش، طلع كل اللي في جعبتك من معلومات واسرار واكشف لنا الغطاء عن المؤامرات الكونيه على مصر وازاي السيسي انقذنا منها. الاستاذ اللي قاعد يهبط بكلام ما فيش عليه دليل يوحد ربنا ولا عنده وثيقه تثبت ادعاءاته، ولو المخابرات البريطانيه سمعته هتبعت له جيمس بوند يعمل منه بطاطس محمره، محسوب علينا من النخبه وانه من كريمه المثقفين بتوعنا، والمفروض انه بالقيمه يعني مؤرخ، ومش عاوزكم تتفاجئوا لما تعرفوا انه كان وزير ثقافه لحد 2018. اما بقى عن كلام ابو مازن اللي عمالين تعيدوا وتزيدوا فيه رغم انه برضه مفيش عليه دليل ولا في تسجيل لمرسي هو بيقوله، فالحمد لله السيسي هجر اهالي سينا نفسهم. المتحدث العسكري توجيه تهمه القتل العمد والشروع فيه لمتهم حادث مدينتي. تاني يوم العيد صفحات السوشيال ميديا بدأت تتكلم عن حادثة دهس بشعة حصلت في مدينتي ارتكبها ضابط طبيب في الجيش. الحادثة اتسببت في وفاة صيدلانية وإصابة جوزها وأولادها بكسور وكدمات. الصفحات قالت إنها جريمة قتل عمد، لكن مواقع النظام قالت إنها مجرد حادثة سير عادية نتيجة تجاوز السرعة. ومع إصرار الصفحات على دعم كلامها بشهادة الشهود وأحداث الواقعة نفسها اللي القاتل ارتكبها عشان ابن الدكتورة كان بيلعب بسكوتر قدام الفيلا وخبط في عربية تخص الباشا فتسبب في خدش بسيط فيها، الحاجة اللي عصبت جنابه وخلته يطلع على الأسرة كلها يدوسها بعربيته التانية،
وبعد شوية الصفحات دي نزلت الفيديوهات اللي صورت الجريمة بالتفصيل. ساعتها ما كانش قدام المواقع الحكومية إلا إنها تغير كلامها وتقول الحقيقة. بعد كده فيما يبدو أن القاتل يعني بناء على نصيحة محامي سلم نفسه للإسم اللي حوله للنيابة العسكرية بصفة واحد من أبنائها وخريج طب عسكري، يعني متربي جوه الجيش ومعمول له غسيل مخ من وهو مراهق، فشايف نفسه فوق البشر. وبعدها طلع بيان للمتحدث العسكري بتوجيه الاتهام بالقتل العمد، واللي مش عاوز احبطكم اقول لكم انه ما دام مفيش فيه كلمه سبق اصرار وترصد يبقى المجرم ده هيفلت من القصاص العادل، وانه هياخد عقوبه بحد اقصى 25 سنه يقضيهم في اي منتجع عسكري. طبعا احنا لا هنعرف حاجه عن التحقيقات ولا المحاكمه لانها هتكون قدام القضاء العسكري الشامخ قوي اللي طلع الضابط اللي ضرب التمريض في مستشفى اويسنا براءه. سمير فرج، الجيش المصري يحتل المرتبه 14 عالميا. ساقه بحريه، قوه متكامله. زمان كنت بتيجي بقى هيئه العمليات وتطلع قوه بيسموها تاسك فورس تطلع تنفذ هدف، لا دلوقتي انت عملت في برنيس، عملت قاعده في البحر الاحمر، فيها قوات بريه، قوات بحريه، قوات ساقه، مظلات، قوات جويه. ما برنيس دي اللي كانت عليها الاطماع كلها من اول الاطماع الامريكيه للاطماع السوفيتي. طب انت يعني مش عايزين نفتحها ده في مصر اتعرض عليها فلوس كتير عشان حاجه تشرف بصحيح. بس سؤال يعني رفيع كده سياده اللواء، هو مش من كام سنه كده كان الجيش ترتيبه التاسع وكنتوا بتتفشخروا انه كان من اقوى 10 جيوش؟ ولا انت قلت يعني ده شعب طيب وعلى نياته ومش هياخد باله ان تصنيف الجيش اتراجع 5 مراكز بحالهم؟ يعني مما يدل على اننا مش فالحين في حاجه خالص وحالنا عمال يتدهور، وادم سياده الرئيس على بلد زي النيل الصراحه. عموما تصنيف الجيش ده يعني حاجه من ضمن الحاجات اللي بتضحكوا بيها على الشعب عشان تعيشوه في وهم تفوق مزعوم ما بيعبرش عن حقيقة الجيش إذا اتحط في مواجهة مع جيش تاني. التصنيف معتمد في معظم معاييره على التسليح وعدد القوات النظامية والمجندين وعدد الألوية، لكن ما بيعبرش عن قوة الجيش الحربية. والدليل على كده إن الجيش العراقي كان في التسعينات ترتيبه الرابع ومع ذلك اتهزم عادي جدا. السيسي، الصحة والتعليم شغلنا الشاغل. إلى الصحة والتعليم وهم شغلنا الشاغل، من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر، مروراً بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، إنقاذاً للملايين من أهالينا من واقع لا يليق بهم. قولوا المصحف، قول يا رئيس، هو أنت عندك انفصام في الشخصية؟ أنت مش من أسبوعين بس في المؤتمر الوطني للشباب قلت بعظمة لسانك إنك مش ملتزم بالمخصصات المذكورة في الدستور وإنك ما عندكش فلوس تصرفها على التعليم والصحة، وده طبعا سبب إنك مخلص معظم الموازنة على تسديد فوائد القروض واللي ضاعت كلها في مشاريع ملهاش 30 لازمة. فإزاي بقى الصحة والتعليم شغلك الشاغل؟ ده أنت ما كلفتش خاطرك يعني تصرف قرض من القروض دي على قطاع الصحة، وكل اللي اتعمل خلال 10 سنين كانوا 3 مستشفيات عمي، ده غير نقص عدد الأسرة وعدم وجود مستلزمات والعجز في عدد الأطباء اللي برضو قلت بنفسك إنهم بيسيبوا مصر عشان فرصة أفضل، بمعنى إنك عارف إنك بتديهم مرتبات ما تأكلهمش عيش حاف، وإن كان على التعليم فحالته ما تسرش هو كمان. ده كفاية منظر العيال في الفصول وهم قاعدين على الأرض أو متكدسين فوق بعض، ما تكلمناش بقى عن عجز المدرسين والمدارس اللي بتقع على دماغ العيال ومستوى المناهج اللي يسد النفس. السيسي، رجال القوات المسلحة والشرطة تصدوا بصدورهم لأشرس موجة إرهاب. منبع هذه الإرادة الصلب والعزيمة التي لا تلي التي نقلت مصر خلال أعوام قليل من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن، دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهاب هي الأعتى والأشرس، قدم رجالهم أرواحهم فداء كي يعيش الوطن ويزدهر. بصدورهم ليه يا ريس؟ امال السلاح اللي انت مخلص فلوس القروض عليه بتعمله بيه؟ حاطينه في النيش؟ وبعدين احنا مالنا تصدوا بصدورهم ولا بوراكهم؟ مالنا احنا؟ السيسي في كل مناسبه لازم يجيب سيره الارهاب رغم انه وفقا لكلامه خلاص ما بقالوش وجود، فانا مش عارف يعني ايه لازم تقليب المواجع على الشعب في عيد ميلاد الثوره يا ريس. الا صحيح يعني مش كنت وعدتنا انك هتعمل لنا حفله كبيره ونروح كلنا نحتفل بالقضاء على الارهاب في سيناء؟ يا ترى ما عملتهاش ليه؟ او هيكون الارهاب سهاك ورجع تاني وانت مخبي علينا؟ أحمد موسى، أتمنى اختيار اسم مميز للعاصمة الإدارية الجديدة. أتمنى العاصمة يكون عندنا كلمة، العاصمة مثلا زي القاهرة كده، لأنه العاصمة الإدارية الجديدة عنوان طويل ومدن العالم كلها، وبالتالي أنت أولا سهولة الترويج والتسويق وسهولة حتى الكلمة ويعني وبالتالي يبقى نختار ولتكن العاصمة، خلاص العاصمة مثلا حاجة بالمعنى ده، إدارية جديدة طويلة وبالتالي بتعمل هو إيه الناس أنا بتكلم اللي هم حتى خارج مصر، إيه عاصمة إدارية جديدة؟ وده كان اللي هو الأول تسمية ليها. لكن خلاص النهارده بقت الحكومه بالكامل موجوده هناك، خلاص مفيش النهارده ولا وزاره يمكن غير الخارجيه والخارجيه في تجهيزات بيعملوها عشان تبقى لا عندك حق موسى صراحه، الاسم مش عاطفي بالمره وطويل زياده عن اللزوم، دي اول مره نشوف عاصمه اسمها يبقى اطول من رئيس الجمهوريه شخصيا، فانا احييك على تفجير القضيه المصيريه دي، فعلا الموضوع مهم يعني يستحق ان الدوله كلها تسخر جهودها وامكانياتها وتحث العقول المستنيره من ابنائها للبحث عن اسم معبر ومطرقع كده يجيب صريخ ترويج
اقول لك احنا ممكن نعمل مسابقه والاسم الفايز نديله جائزه البلحه الذهبيه، او نعمل استفتاء اهو يبقى الشعب اختار اي حاجه في ام البلد دي. يعني ظهر اسوان الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسه خلال 4 اسابيع، حيث قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ان الحوار تم عقده نحو 50 جلسه خلال 4 اسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشه مشروع قانون المجلس الاعلى للتعليم والتدريب. واضاف خلال تصريحات الامس ان هناك 113 قضيه موزعه على جميع اللجان، نوقش خلال الاسابيع الاربعه الماضيه نحو 60 قضيه، ولفت الى ان جميع اللجان تناقش الان في جلسات مصغره القوانين التي حصلت على توافق الجميع بوجود اصحاب المقترحات للاتفاق على تفاصيل البسيطه الباقيه في القوانين، مشيرا ايضا الى ان هناك لجان مصغره لمناقشه وحسم ما تم التوافق عليه من قضايا او الاختلاف بشانه ورفع المقترح. يا اخي شوف الايام بتجري بسرعه ازاي، ده الواحد فاكر الجلسه الافتتاحيه زي ما تكون امبارح. عملتوا ايه بقى في الخمسين جلسه دول اللي احنا دافعين ثمنهم من دم قلبنا؟ لقيتوا حل لاي قضيه من القضايا اللي ناقشتوها، ولا انتوا بتتناقشوا بس واليوم خمر وغدا امر؟ ولو لقيتوا حلول في اي اليه للتنفيذ؟ وهل عرضتوا الحلول دي على الحكومة والرئيس واتفقتوا على أي حاجة، ولا كله كلام هيطير في الهوا شاشي وانت ما تدراشي؟ يا جدع مش عارف ليه كل ما بسمع كلمة الحوار الوطني يعني بفتكر قول الله سبحانه وتعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. محمد أبو العينين بقى عندنا 75 جامعة وكنا من 10 سنين ب 25 جامعة. لما نيجي نتكلم بقى على كل حصل في انشطه بقى الحقيقه، يعني انا شايف العالم كله شغال على التعليم مره، انت بتتكلم النهارده على 75 جامعه. 75 جامعه كنا ساعتها 25، كل ده في 9 سنين، كل ده في 10 سنين فاتت، دول 10 سنين بقى زادوا حوالي 50 جامعه. ده ايمج جديد. ما انت مش بتتكلم على التعليم. نعم اهو، وجامعات يعني ليها رونقها وجامعات. انت هتقول لي ده السيسي في الاهتمام بالتعليم ما عندوش يما ارحميني يا سياده النائب، بغض النظر عن ان ارقامك كلها غلط وده العادي يعني، وانا مش هقعد اصحح الارقام بقى لحد، انا تعبت. فاللي بتتكلم عنها دي جامعات اهليه، واللي هي رغم انها تابعه للحكومه الا انها بمصروفات عاليه زيها زي الخاصه. اما بالنسبه للجامعات الحكوميه العاديه فدي كل اللي زادته 5 جامعات بس. فهل المفروض نفرح ان السيسي عمل تعليم جامعي موازي للي معاه فلوس؟ وهل العدد الضخم من الجامعات الاهليه ما بيديناش اشاره واضحه على نيته لتخصيص التعليم الجامعي، ومصير الجامعات الحكوميه هيبقى زي مصير المدارس الحكوميه بالظبط؟ تامر امين عن جزار المونوريل، ما لقيتش غير المونوريل يا مفتري، ده جديد ولسه بشوكه. حسيت ان في حد كده كان طعني بسكينه تلمه في قلبي لما وراني الصور بتاعت عم الجزار بتاع المونوريل ده، ومتهيألي معظمكم شفتوه على السوشيال ميديا لانه كان حديث السوشيال ميديا في العيد، الجزار اللي قرر انه يعلق الدبايح على الاعمده بتاعت المونوريل. المونوريل يعني مش عارف بقى اقول ايه بقى، يا ظالم المونوريل يا مفتري، يعني ما لقيتش غير المونوريل، مش مثلا على كوبري اكتوبر على مش عارف المونوريل اللي هو بعيدا عن انه لسه جديد ولسه بشوكه ولسه بيتبني ما خلص، هو في حد ذاته رساله يعني المونوريل بالنسبه للمصريين انه الله هيبقى عندنا حاجه. صحيح، ازاي يتجرأ ويسب آلهتكم ويهين مقدساتكم؟ بعيدا عن الجدل الدائر على السوشيال ميديا والكلام الكبير بتاع الاهتمام ببناء الحجر وترك البشر وقضية الانتماء وكل الهري اللي ملوش لازمة ده، فالدولة ما عندهاش استعداد تتهاون مع واحد عمل خرم 5 سنتي في عمود المونوريل ووجهت له اتهامات بإتلاف الملكية العامة، في حين انها سايبه ناس بتنهب الملكيات دي احيانا بيانا وكالت من وراها الشهد، ده غير انها بتبيع الملكيات دي جملة وقطاعي وبثمن بخس كمان، ده غير انها ناويه تأجر عواميد المونوريل دي وهيتعلق عليها بلاوي عادي يعني. فنقطه السلامه الامنيه دي اشتغاله، الدوله بس عاوزه اللي يدفع، هتدفع خد العمود وفوقيه بوسه، انما ما عندناش حد يخرم بلوشي كده. مخرج مسلسل الكتيبه 101، مشهد المداهمات الليليه استغرق 5 ساعات. دكتور محمد مختار ان احنا الدخان اللي نستخدمه في المشهد ده كان دخان بتاع الناموس، احنا كنا مشغلين المكان بتاع الناموس بشكل متواصل عشان نقدر نوصل للشكل الدخان ده. كم من الوقت يستغرق لتحضير مشهد كهذا؟ قعدنا حوالي، احنا بدانا نحضره من النهار، اخذ تحضير حوالي لحد ما بدانا تصوير 5 ساعات. 5 ساعات قعدنا نحضر علشان نقدر كمان نوصل للشكل ده، واحنا كنا وعملنا تستات عشان احنا اول ما بدانا نشتغل مكان الناموس ما كناش شايفين بعض خالص، ما كناش قادرين كمان الصوره ما كانتش متشافه، فكنا بنشغل وبنستنى وقت، ويعني كان الموضوع كان واخد مننا وقت كبير. مسلسل الكتيبه 101 يعني شاهد ليه المؤيد قبل المعارض انه مسلسل ضعيف ما فيهوش اي حبكه دراميه، بالعكس مسلسل مش معروف له راس من رجلين، والحوار كرتوني بامتياز وما فيهوش بربع جنيه منطق، حتى اداء الممثلين كان مفتعل جدا، ومشاهد الحزق الوطني مبتذله، وفي طريقة فجة لمحاولة استدرار تعاطف المشاهدين بتكرار كليشيهات أم الشهيد اللي بتسأل اتضرب وهو مقبل ولا مدبر، وفرحه اللي كان الأجازة الجاية، وأبوه اللي هيبعت بقية إخواته على سينا، ده غير الأخطاء اللي بتكوم. المسلسل فاشل بكل المقاييس، وتقريبا ما حدش شافه إلا المخرج واتنين صحابه، فالكلام عن الجهد المبذول فيه والمعدات اللي تم استخدامها والمحاولات المستميتة لتلميعه غير مجدية إطلاقا، بالعكس دي بتحصرنا على فلوسنا اللي اتصرفت على الهلس ده. ف
فبلاش توجعوا دماغنا بقى وتتعبوا نفسكم على الفاضي. السيسي لدينا ثورة حقيقية في البنية التحتية تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة. الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن، قادر على إتمام تجربته التنموية الشامل التي تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من أنحاء الوطن، من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة التي تشهد ثورة حقيقية تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة. هو فيه أكتر من كده تقدم؟ علينا ديون تسد عين الشمس، والجنيه مسكوع على قفاه، واحوالنا الاقتصاديه زي الزفت، وبيحكمنا بالحق. تقدم دوله مش تقدم بقى متعلمينها بتوع المدارس. رئيس لازم تفهم ان مفيش دوله بتبقى متقدمه عشان عندها عاصمه شكلها حلو ومونوريل ونص مليون كوبري، دي مش مقاييس تقدم خالص حضرتك. فبلاش احلام القروي الساذج اللي بهرته اضواء دبي ده، فلما رجع الكفر بتاعه صمم انه يخليه يعني نسخه كربون من اللي شافه، بغض النظر عن امكانيات القريه. الحاجه اللي حولتها لمكان مسخ لم حصل قرية ولا مدينة ولا أهلها بقى معاهم اللي يسد جوعهم، من الآخر بقت خرابة سعادتك. أحمد موسى عن حادث دهس القاهرة الجديدة، جريمة بين جيران وحادث فردي لا يمس المؤسسة العسكرية. الموضوع ايه؟ الدولة ومؤسساتها، الجيش والشرطة، دول هدف. وافضل اقول لك واكلمك كل يوم على الموضوع ده وتبقى عارف كده. طيب ما بقاش شرطة جيش، فسيبنا الشرطة نروح للقوات المسلحة، الاستهداف المؤسسة. طيب ده لو ارتكب، لانه خلي بالك هذه جريمة ليس لها علاقة بالمؤسسة العسكرية والقوات المسلحة، ده جيران، يعني جريمة وقعت في مدينتي، جيران، يعني هل ده يسيء القوات المسلحة؟ ابدا، جريمة فردية، حادث فردي، جريمة، اتنين جيران حصل بينهم خناقة، مال القوات المسلحة حصلت مع صحفي وزميله، اعلام وراء، مال الاعلاميين ومال الصحفيين ومال الشرطه، مال الشرطه، مال اي مؤسسه، مال القضاء. ايه ده ليه؟ هو مش من خير اجناد الارض برضو؟ مش دول الا ما حد منهم بيموت بيبقى شهيد طبعا، بتطلعوا بقى تعملوا مناحه وتفضلوا تتاجروا بيه وبعياله وتعملوا عنه مسلسل في رمضان؟ مش ده من ابناء المؤسسه العسكريه يعني اللي متربيين على الشرف والعزه وعقيدته هي الدفاع عن الوطن؟ مش ده واحد من اللي بيحمونا واحنا قاعدين في التكييف؟ الحادث ده مش فرد يا موسى، الناس اتعلمت جوه المؤسسه العسكريه انها تتعامل معانا بفوقيه، وانها احسن واهم فئه في الدوله، وان سلاحهم يكون جاهز انه يتوجه للشعب لو فكر يتمرد على السيسي، اللي اداهم كارت بلانش ان الضابط احمد لو قتل مش هيتحاكم، فامنوا العقوبه. الناس دي بتتجبر على خلق الله بسلطتها، الناس دي اتحولت لسيف على رقبنا حتى لو مشينا جوه الحيط وما دوسنا لهمش على ديل. السيسي الصمود الذي اظهره الشعب المصري خلال العشر سنوات الماضيه سيظل محل بحث ودراسه. انقذ شعب مصر الابي، ان الصمود الذي اظهرته خلال السنوات العشر الماضيه منذ ثوره 30 من يونيو المجيد سيظل محلا لدراسه المفكرين والباحثين، فكم من تساؤلات اثير عن سر العلاقه الخاصه بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنيه. ايه ده؟ يعني انت عارف انك خربتها وجبت ظروفها والناس المفروض تطلع تاكلكوا احياء؟ عموما الصمود ده مش بمزاجهم سعادتك، ده بس عشان انت قافل علينا بالضبه والمفتاح ومش مخلي حد يتنفس، عشان انت ربيت للناس الرعب، ده انت محزم البلد يعني، ولو لقوا 10 تنفار متجمعين بيتقبض عليهم، واللي بيكتب كلمتين على السوشيال ميديا بيتجاب من قفاه. الناس عارفه كويس انك مش هتسمي قبل ما تذبح، عشان كده كاتمين في قلبهم وساكتين وعايشين بمنطق اصبر على جار السو، يا يرحل يا تيجي مصيبه تاخده. يا فندم الموضوع مش محتاج دراسه ولا حاجه، انت لعبت بمنطق اضرب المربوط، وانت مش بس ضربته ده انت سحلته وعذبته واخفيته قسريا. تفتكر السايب قدامه ايه غير الصمود؟ الزراعة 24 ألف أضحية استقبلتها المجازر الحكومية في أيام العيد. 24 ألف أضحية في بلد تعداد سكانها 100 مليون، يعني ده رقم كاشف للحالة الاقتصادية المنيلة اللي وصلنا لها. وحتى لو قلنا أن ده العدد اللي اتذبح في المجازر الحكومية بس، وافترضنا أن عدد الأضاحي 4 أضعافه، هيفضل برضه رقم قليل جدا، ونصيب الفرد هيطلع 200 جرام لحمة. فأنا مش عارف وزارة الزراعة بتعلن الرقم ده وبتفتخر على إيه الصراحة. أشرف ثابت حزب النور تنبأ بثورة 30 يونيو بسبب تدني الأوضاع. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا بس يعني عايز أقول إن القرار في 30/6 لم يكن وليدا لحدث 30/6، ولكن كان وليدا لبداية شهر يناير 2013، تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والتباين المتعاقب في الشخص لقطاعات كبيرة جدا من الشعب المصري. يعني كان في رؤية إن 30/6 هتكون أكثر وأكبر من 25 يناير، ده كان يعني أنا كنت من واحد من الناس اللي يروا هذه الرؤية، إن 30/6 هيخرج جموع كثيرة من الشعب المصري تفوق اللي خرجوا في 25 يناير. وبالنسبة للأوضاع الحالية، حزب النور مش هيطلع البنورة السحرية ويتنبأ لها بحاجة؟ ولا انتوا بتيجوا عند السيسي وتهنجوا وسيستم التنبؤات بيقع؟ الموضوع ما كانش محتاج تنبؤات ولا حاجة، يعني حضرتك كان في خطة ممنهجة لإفشال مرسي،
والناس كانت بتعمل مليونيات كل جمعة ضده، وبقى واضح ان الجيش بيرتب الانقلاب عسكري وانه هيستخدم الشعب كذريعة قوية للانقلاب اللي انت بتسميه ثورة، وانت عارف اكتر من غيرك انها لا ثورة ولا نيل. القومي لحقوق الانسان الغاء حالة الطوارئ في مصر ابرز نتائج 30 يونيو. مصر يا مجلس يا قومي مش دولة قانون ولا دستور اصلا، دي دولة بتفعل القانون وقت ما تحب وتضرب بيه عرض الحائط وقت ما تحب. دولة بتغير الدستور وبتفصله على مقاس صاحب المحل، بتعتقل بمزاجها وتخفي قسريا بمزاجها. فالغاء الطوارئ ده هو والعدم سواء، لان لا محتاجه تفرض حاله طوارئ ولا محتاجه تلغيها، والحكايه كلها كانت مجرد اجراء شكلي السيسي بيرضي بيه حكومات الغرب اللي بتفتح له ملف حقوق الانسان كل ما يروح عنده. وهي حاله الطوارئ ملغيه بقالها سنتين، في حد حس باي تغير؟ ولا لسه القمع وتكميم الافواه شغال زي ما هو، وكل يوم في معتقلين سياسيين وسجناء راي جداد، ولسه الناس خايفه تفتح بقها بكلمه اعتراض رغم السواد اللي شايفينه. لميس الحديدي اذهلني هرولت بعض المواقع في فخ ترند حج الميتافيرس. المزعج بالنسبه لي مش الاخوه، مش لجانهم او منصات، ده عادي، انا عندي خلاف سياسي وهيفضل هذا الخلاف موجود، وبالتالي كل واحد بيستخدم ادواته حتى لو كانت ادوات يعني فاسده، هم بيستخدموا ادوات فاسده. المزعج هنا هو هذه الهروله من المواقع ومن الناس الافراد، المواقع اللي المفروض انها مواقع صحفيه دورها ان تتحرك دقه، لكنها هرولت لنشر الفيديو المجتزئ دون تحقق او حتى سؤال، والناس العاديه اللي ما صدقت، وكان تكفير البشر والصاق التهم بهم اصبح شيء عادي، لدرجة ان البعض قال لك دي عندها دي متهمة بازدراء الاديان يجب ان تحاكم. والحقيقة ان الناس العادية برضو لا تزعجني قدر انزعاجي من المواقع الصحفية سواء مصرية او دولية. حوش المهنية اللي بتدلدق منك انتوا كدابين الزف، ده انتوا اساتذة في الفبركة والاجتزاء وتلبيس الحق بالباطل، والاساليب الملتوية والادوات الفاسدة انتوا اللي بدعتوها، هذه بضاعتكم ردت اليكم، فما تتحمقيش قوي كده يعني. وبعدين ما انت كنت عارف ان ده هيحصل، وقلت نصا هياخدوا كلامي ويقولوا لميس عاوز الحج بالميتافيرس، فبلاش بقى تقفلمي علينا وتعملي نفسك مصدومة. انت دخلت الترند بمزاجك وطرحتي سؤال عبثي ساذج، وافترضتي مع نفسك كده انه بيدور في عقل الاجيال الجديده اللي هم عارفين ايه هو الميتافيرس اكتر منك، فاستحملي بقى متوجعيش دماغنا عشان احنا فينا اللي مكفينا مش ناقصين يعني. احمد موسى اللي يهم الناس هتاكل بكام، وما يهمش المواطن مين في السجن ولا مين يفرج عنه. الناس يهمها اكلها وشربها وحياتها وعلاجها وصحتها، وياكل بكام ويشرب بكام ويجيب ازازه زيت بكام وياخد التموين يوم واحد الشهر من منافس التموين، ويلاقي اللحمه كويسه رخيصه ويلاقي الحاجه متوفره، ده اللي يهم المواطن. اذا عايزين تتكلموا عن المواطن ده اللي يهم المواطن، غير كده يبقى احنا بنضحك على بعض. والله لا يهم المواطن انه مين في السجن ولا مين هيفرج عنه، والله ما يهم المواطن، بعلم لك بالله، والله يا استاذ مدحت والله ما يهم المواطن، يهم فئه محدوده للغايه للغايه للغايه، لكن لا يهم المواطن مين طلع ولا مين نزل. بدليل لما تنشر خبر زي كده ولا حد بيهتم بيه. المواطن يهتم بايه؟ لما تيجي تتكلموا عن عيشته. وعظيم جدا الحوار الوطني عمل ده وفتح ده، يهمه صناعته، يهمه استثماراته. هو المواطن بيهمه اكله وشربه ساعه ما يكون الكلام عن المعتقلين والناس المرميه في السجون ظلم بس، لكن ساعه ما نفس ذات المواطن يقول الاكل والشرب والعلاج اهم من المدن الجديده والقصور الرئاسيه، يبقى مواطن جاهل وهمه على بطنه ومش عارف يعني ايه دوله ومش مقدر حجم الانجازات اللي بتتعمل. ثم مال بتوع الحوار الوطني باكل المواطن وحالته الاقتصاديه، مش المفروض دي مسؤوليه الرئيس والحكومه؟ ومع ذلك اهم بيقدموا افكار واطروحات والرئيس هياخدها ويرميها في الزباله. ما مش معقوله يبقى طبيب فلاسفه وفهمناه سليمان قد البلحه ويسمع لشويه معارضين كرتون يعني. وعشان هم عارفين ده كويس قالوا يطلعوا باي حاجه من الحوار الاشتغاله ده حتى لو كان الافراج عن كم معتقل. شوف اطبال الرئيس، يعني الفرق بين الانسان الطبيعي والانسان الاحمد موسى انه بيكون كاره للظلم وعارف ان زي ما ايد الظالم طالت غيره هتطوله هو كمان، عشان كده الناس يهمها ان ربنا يفك اسر كل مظلوم. احمد موسى عن مبادره 100 يوم صحه. بنروح للناس الغيط. كنت اه بتروح بس بتروح مش بتروح كده، ديت انت رايح للناس عندهم في الغيط. اه بقول لك الغيط، ايوه رايح الغيط، انا رايح الغيط بعربيه، واقف بعربيه على طريق على طريق الاراضي بتاعتنا والزرع بتاعتنا واللي بتاعنا، في طرق تعالوا، في ناس بتزرع او حصاد او تجمعات، انا رايح لهم بالعربيه ديت، ودولنا يا جماعه العربيه دي الحته الفلانيه بكره، شوف كم واحد كم الف هجيله. مبادره 100 يوم صحه مبادره جديده من مبادرات السيسي، وهي قايمه على فكره القوافل الطبيه المتنقله، واللي هي فكره قديمه يعني قدم الطب ذاته مش اختراع يعني. مشكله القوافل دي ان دايما الخدمه اللي متقدمه بتكون متواضعه لانها بتعتمد على الاطباء حديث التخرج، دورهم بيقتصر على التوعيه وتشخيص المرض وتحويل المريض للمتخصص، وهو دور مهم طبعا يعني ما حدش بيقلل منه بالعكس، لكن احنا بنوضح بس انه مش خدمه علاجيه زي ما الوزير بيدعي وزي ما موسى بيطبل. السيسي مصر يتعامل مع الصحه بالترقيع وشغل مقاولين المرمات، وده ما ينفعش لان المنظومه متهالكه ولازم لها اعاده بناء، لكن مين قال انه بيدور على اصلاح اي حاجه؟ هو كل اللي يهمه انه يكمل البوم بيمبم بتاع الانجازات حقه ويوهم الناس انه بيعمل لهم حاجه وهو بيبيع لهم الهوا في ازايز اصلا.
طارق الخولي الإخوان كان هدفهم ينظموا ميليشيات إرهابية موازية للقوات المسلحة لتقسيم الدولة. القيادات مع المتظاهرين، فبدأ لنا إن في دولة أخرى تصنع بالتوازي، نيابة عامة موازية، ميليشيات موازية. والحقيقة إنه البعض يجي يسأل، وده كان حتى أحد الحاجات اللي كانت في مواجهتنا في الخارج، هو ليه محمد مرسي يعني لم يتم الانتظار إنه يرحل بالصندوق كما أتى بالصندوق؟ فالرد كان إنه أولاً إنه هتلر جاب الصندوق، فمش بالضرورة صحيح. إنه وارتكب فظائع في حق الإنسان. الأمر الثاني إنه الإخوان كانوا منتظرين عامل الوقت، يعني عامل الوقت وكان عامل مهم للإخوان حتى ينتهوا من بناء الميليشيات الموازية للقوات المسلحة ولأجهزة الأمن، وده كان المسعى الشديد، وكان عند في فهم عميق لدى المصريين إن المسألة مسألة وقت وبالتالي لا يمكن الانتظار. وما كانوش ناويين ياكلوا عيال صغيرة بالمرة؟ هو أنا مقدر والله إن ده مول 30 يونيو، وإنكم يعني بتتباروا في تخويف الناس من المصير المظلم اللي كان مستنيهم لو الإخوان فضلوا يحكموا، بس خلي كلامك منطقي، الإخوان وصلوا للحكم بالفعل، فاللي يخليهم عاوزين يعملوا ميليشيات عشان يقسموا الدولة؟ إيه طلعت مش على مقاسهم؟ المنطق إن هم يبقوا عاوزين يسيطروا على الدولة كلها مش يقسموها. عموماً أنا عارف يعني أنت ليه طلعت بالافتكاسة دي؟ أنت بترمي على الأوضاع في السودان، وإزاي حالنا كان هيبقى زيهم لو ما كانش فارس بني بلحان أنقذنا منهم؟ مش كده برضو؟ لميس الحديدي، الحكومة بتطلب من البنك المركزي حل أزمة الأدوية، لكن هو مش في إيده يطبع دولارات. أكيد تدي تمنيات من رئيس الوزراء، يعني هو المهم من سينفذ، وبرضو يتمنى البنك المركزي، يعني أصلية القعدة بتبقى إيه، أنا عايز ده يحصل، البنك المركزي بيقوله حاضر هحاول والله لما يكون عندي دولار. فبالتالي هي القصة مش إن في حد مش عايز يطلع الحاجة دي أو يوفر دولار، هو القصة إن ما فيش، يعني هو القصة إنه هنا الدخل الدولاري ضعيف جدا، سواء من تحويلات المصريين في الخارج اللي هي خلاص تراجعت، يمكن قناة السويس الحقيقة هي اللي عاملة شغل عظيم في الفترة الأخيرة، فأنت عندك تراجع في الدخل الدولاري، ونحن في انتظار إعلان رئيس الوزراء متوقعينه ما بين يوم والتاني ان هو يعلن عن 2 مليار دولار من المبيعات. المفروض ان في حاجات خلصت فعلا، والمفروض ان هو سيعلنها قريبا، فاحنا في انتظار ده. بس حتى لو معانا 2 مليار دولار، هو دول هيعملوا ايه؟ دول هيخلصوا في نص شهر مثلا من مش الادويه بقى، من القمح صحيح. يعملوا ايه 2 مليار دولار؟ دول السيسي بيخلصهم على مؤتمرين ثلاثة من بتوعه. هو الدخل الدولاري بيتوفر بس لما السيسي يبقى عاوز يبني كوبري ولا يعمل محور. ده الدولارات طلعت في ثواني عشان جنابه قرر يشيل مقابر شكلها مش عاجبه ويعمل مكانها كافيهات. لكن حاجة مصيرية زي الأدوية تستنى؟ مش مهم، يكش الشعب يموت كله هو بتاعنا. أزمة نقص الأدوية بقالها فوق الست شهور، وفي أدوية حيوية اختفت ببدائلها، يعني المريض مهدد بالموت فعلا. يعني أنا مش متخيل إزاي الدولة عاجزة عن توفير سلعة المواطن هو اللي بيدفع ثمنها بالكامل وأكتر من ثمنها كمان. إحنا ما بنتكلمش عن أدوية بتدفع مجانا عن طريق التأمين الصحي. المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر ينفي تقديم لحوم حمير بأحد فنادق الغردقة. من كام يوم كده انتشرت على السوشيال ميديا فيديوهات لخناقة في مطعم فندق ميراج باي في الغردقة، وبعض المواقع الصحفية قالت إن سبب الخناقة إن الفندق بيقدم لحوم حمير للنزلاء بالهنا والشفاء على قلبهم يعني. فجوين ذا كلوب مع باقي الشعب المصري. لو انتوا فاكرين عشان أغنية وبتصيفوا في الغردقة مش هينلكم الحب جانب يعني، انتوا مش في مصر يبقى هتطفحوا معانا عادي. النكتة بقى ان بعد ما الخبر انتشر المحافظة بعتت لجنة من وزارة السياحة والطب البيطري للفندق عشان تتفحص سلامة اللحوم، ويا للعجب لقوها لحمة جاموسي مستوردة. عشان كده طلعوا نفوا وقالوا لا صحة لما تم تداول، اصلهم كانوا هيستنوك بجسم الجريمة اللي هو لحمة الحمير يعني لحد ما تهز طولك وتبعت لجنة تكشف عليها، ما هو لازم يكونوا بدلوها بلحمة سليم. مصطفى بكري عن بيان المتحدث العسكري في حادث الدهس: هذا عهدنا بجيشنا العظيم. هو انت يا بكري لو ما عرستش هتموت ناقص عمر، وصل بك الرخص والدناءة انك تستغل حادثة مأساوية دمرت كيان أسرة وارتكبها واحد مجرم عشان تطبل الجيش؟ عموما يا بكري يعني المفروض ان ده الطبيعي في اي دولة محترمة، لكن عندنا لازم نشكر المؤسسة العسكرية عشان ما صهينتش على الموضوع. واللي انت عارفه واحنا كمان عارفينه ان السبب الوحيد للبيان هو ان القاتل متصور وفي شهود على الواقع، غير كده ما كناش هنسمع عنها اصلا. وكمان انت عارف وانا عارف وكلنا عارفين ان الموضوع هيطرمخ عليه في الاخر، مش اول مره تحصل يعني. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. يلا رزع عليا وعلى دماغي. افتح الباب ده، افتح الباب ده، في فار، الحقونا، في فار في المطبخ، فار وفي واحد متخلف مش عارف يقتله، الحقوني ده بيقتلنا. انا يا جماعه حد يفتح الباب، ادوني بس يومين تمرين هرجع اقتل لكم امه. افتحوا.
ماما انا جعان. احمل لك كبده؟ ما بحبهاش. خلاص اجيب لك لحمه. ما بحبهاش. طب ايه رايك في الكوارع؟ ما بحبوش. اجيب لك ممبار؟ ما بحبهاش. امال اجيب لك ايه؟ انا عايز امال ايه الفراخ اللي بتقول سيو سيو او السمك اللي هو بيعمل كده. ماما لحمه. ما فيش الا لحمه. اول يوم في الكونه. اول يوم في الكونه برضه. بس اليوم خلص والفلوس خلصت. انا مروح. معايا البيت معايا ست يا مات. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.